على كل حال خلينا نروح لتصريحات، لان كان عندنا تصريحات مهمه جدا سواء من سواريش او كابتن سيد عبد الحفيظ. وتصريحات سواريش طبعا خلال المباراه او بعد المباراه بقى خلال المؤتمر الصحفي، هو قال ان الايام اللي يعني فاتت كانت صعبه جدا على الجميع، والفريق بيلعب في ظروف قاسيه جدا وظل المباريات المتلاحمه زي ما انا كنت بتكلم بقول لحضراتكم. وكمان قال احنا غيرنا اسلوب اللعب خلال المباراه، مباراه الجونه تحديدا، ودفعت بلاعبين في مراكز مختلفه ده حسب الامكانيات المتاحه من اجل الفوز. خلينا نروح نتابع التصريحات دي ونرجع وتاني، لان في كلام برضو لازم يتقال. فكره هنا برضو الانتقادات اللي موجهه لسواريش من دلوقتي، يعني ده مش امر بقى خارج عن المنطق، ده امر خارج عن الطبيعه تقريبا. بس خلينا اول نتابع ونرجع نكمل. مساء الخير جميعا. بشكركم على الحضور. هتكلم شوي عن المباراة. أول حاجة هبدأ إن أنا أشكر اللاعبين النادي الأهلي، لاعبين الفريق. كانت أيام صعبة بالنسبة لهم. وكلنا. Mas a verdade é que os jogadores, e como vocês presenciaram hoje e têm vindo a presenciar, بس طبعا الحقيقه زي ما انت شفت طبعا اللاعبين وزي ما كان واضح النهارده في المباراه تونس اجوغار ان كونديسيونز انادميسيبلز. اللاعبين بتلعب يعني في ظروف قاسيه جدا بالنسبه لهم. Quem programa estes jogos tem que pensar seriamente como é que o faz. اي لازم يعني اللي حط برنامج المباريات كده يكون عرف يعرف كويس جدا ازاي نقدر نعمل المباريات بالشكل ده. Hoje mais três jogadores se lesionaram. النهارده حصل عندنا ثلاث اصابات تانيين في الفريق. Quem é que assume isto? Quem é que assume esta responsabilidade? طب مين اللي يتحمل مسؤولية الإصابات دي؟ Eu assumo a responsabilidade pelas derrotas com o Pirâmides e pela derrota na taça. Eu assumo a minha responsabilidade. أنا أتحمل مسؤوليتي الهزيمة قصاد بيراميدز، هزيمة الزمالك أنا أتحملهم. Mas desde que eu cheguei. بس من ساعة ما أنا وصلت هنا. Só uma semana eu consegui treinar. أسبوع واحد بس اللي قدرنا ندرب فيه اللاعبين. Quem dirige e quem é responsável por isto tem que pensar seriamente que estamos a falar de seres humanos. المفروض المسؤول او اللي بيقود حاجه زي كده يكون عارف طبعا ان احنا هنا بنتعامل مع جنس بشري. Os jogadores querem dar e não conseguem. اللاعبين عايزه تعطي وتؤدي بس مش قادر. Estão a jogar no limite das capacidades. كل واحد فيهم خلاص بيطلع اخر حاجه في الليميت بتاعه. E depois acontece isto. وبعد كده بيحصل كده. Eu torno a dizer que não tenho treinado, só recuperar os jogadores. Banhos e massagens e recuperar. وانا بقول لكم بصراحه انا ما عملتش تمارين، انا بس جبت اللاعبين دخلتها المساج والريكفري الاستشفاء وبس. Não, não, não quero falar muito mais do que isto. مش عايز اتكلم اكتر من كده. Mas gostava que quando se fizesse críticas aos meus jogadores e a mim. بس وقت ما يكون في انتقادات للاعبين وليا. Que possam ser um bocadinho mais pensadas. لازم برضو تكون انتقادات الى حد ما يعني الناس فكرت فيها. Eu tenho que defender os meus jogadores porque isto não é humano, isto é impensável. لان طبعا انا لازم ادافع عن اللاعبين بتوعي، لان الحاجه اللي بتحصل دي حاجه تفوق الجنس البشري او تفوق العمل البشري. Logo que eu cheguei cá, من اول ما انا وصلت هنا disse-vos a vocês que o risco de haver muitas lesões que era muito muito grande. بلغتكم وقلت لكم ان خطوره ان هيبقى في اصابات ده يعني يعتبر احتمال كبير جدا وهيبقى في احتمالات قاسيه جدا. Infelizmente eu estava certo. للاسف انا كنت صحيح. No próximo jogo, المباراه اللي جايه o risco de haver mais lesões. خطوره ان هيبقى عندنا اصابات ثانيه. Dos melhores jogadores são aqueles que jogam mais tempo. من افضل اللاعبين اللي هم بيلعبوا اوقات كثيره وبيلعبوا مباريات كثيره. É demasiado uma percentagem grande disso acontecer. نسبة كبيرة جدا وعايز أقول إن هي نسبة بزيادة إن يحصل الإصابات عندي. Quanto ao resto, eu assumo a responsabilidade que nós temos que fazer mais, mas as condições são difíceis. بالنسبة للباقي أنا أتحمل المسؤولية إن إحنا لازم المفروض نعمل يعني يكون نعمل زيادة بس الظروف تعتبر صعبة. بحب جدا، وكان موسيماني برضو بالمناسبة بتميز بفكرة هنا الشفافية وعدم تجميل الوقائع لما بيحصل حتى أخطاء. يعني برضو سواريش تقريبا في نفس النهج ده على عكس كيروش لو حضراتكم فاكرين. هنا سواريش بيتكلم بيقول لك أنا أتحمل كذا ولا أتحمل كذا، أنا لسه ملحقتش أتعامل وأفهم اللعيبة و إلى آخره، ولسه إحنا قدامنا طريق طويل ولسه قدامنا حاجات ولسه قدامنا شغل وده الواقع. فكرة إن حد يحكم على سواريش من دلوقتي ده يعني
يكاد يكون شيء يعني فعل زي ما قلت كده خارج الطبيعه. ما لا يمكن يا جماعه، ما فيش مدرب بيجي وتحكم عليه بعد ماتش او اتنين او ثلاثه خالص، ولا حتى بعد خمسه. يعني الموضوع لازم بياخد وقت، لازم بيفهم طبيعه اللعيبه، لازم بيحفظ اللعيبه، اللعيبه بتاخد عليه، لازم كل حدا في دراسات، في حاجات بتتعمل. لكن اجي النهارده وعايزني اكسب المباراه اللي هي اللي بكره او اللي بعدها، مش منطقي الكلام ده، مش منطقي خالص. فالراجل ماشي بنهج سليم جدا منذ قدومه، عنده خطة واضحة، في تأسيس بيحصل. هو تحدث عن تطوير كرة القدم وليس فقط يعني مكاسب هتحقق، لا قالك أنا عايز أطور. فده شيء مهم جدا، ده شيء إحنا كنا عايزينه في النادي، تشتغل على الحاجات اللي عندي فيها ثغرات، تشتغل على المشاكل بتاعتي، تطور لي أداء اللعيبة. فكل ده سواريش تحدث عنه أصلا منذ قدومه في الأيام الأولى، فشيء إن شاء الله مبشر للأيام اللي جاية. بس هنرجع نقول تاني، نحتاج الدعم ونحتاج الثقة من الجماهير للعيبة وللنادي، لا يعني لا أكثر لا أقل.